أولا بما يتعلق بالنسبية يلي هو المبدأ ممكن يكون مقبول إذا اعتمد بطريقة جيدة، إنما تم تشويهه بهذا القانون بطريقتين. الطريقة الأولى أنه اعتمد الصوت التفضيلي بالقضاء، القضاء بعده هو الدائرة الانتخابية الأساسية بهذا القانون، وهذا بيضرب مبدأ النسبية. أهالي بعلبك الهرمل مع أنه هني قضاءين بحطوا صوت تفضيلي لنفس الزلمة، بالوقت يلي صغرتها بشري كورة باترون كل قضاء بحط صوت تفضيلي بقلب القضاء تبعه. طيب ليش بمحلات فصلتوا الأقضية عن بعض وبعض المحلات دمجتوا الأقضية؟ صيدا وجزين دائرة واحدة خمس نواب، عملتوها دائرة واحدة نسبية، وعلي اللي هي كمان خمس نواب ضميتوها للشوف. ليش هون عملنا دائرة من خمس نواب وقبلنا نعملها بالنسبية، ومحلات في دائرة قائمة من خمس نواب قررنا نضمها لقضاء تاني اسمه الشوف تتصير دائرة من 13 نائب؟ ما فينا نفهم نحن كيف اليوم بهذا القانون بشطبة قلم من خلال تكريس صوت التفضيلي بالقضاء عم نمنع نحن مسيحيين بنت جبال، المنية، ضنية، صيدا، سور والنبطية بيطلعوا 60,000 مسيحي بأنه يختاروا بالصوت التفضيلي نائب مسيحي، بالوقت يلي لو نحن اعتمدنا صوت التفضيلي بالدائرة كانوا كل هالمسيحيين 60,000 بيقدروا ينتخبوا نائب مسيحي بالصوت التفضيلي بالدائرة تبعهم. إصلاحات غيبة، في حدا يشرحنا شو مشكلتكم مع النسوان بالبلد؟ شو المشكلة؟ شو العقدة النفسية؟ في شيء انتو صغار؟ شو القصة؟ شو صاير معكم؟ شو هالعقدة هاي؟ انو ليه ما بدكم تعطوا الكوتا نسائي؟ في حدا يشرح لنا شو الدافع تبعها؟ ليه عم تعملوا بطاقة ومغنطة؟ لها سببين. اول شيء بطاقات المغنطة بالبلد في شركة معروفة بتحب كتير هيدي الكونترايات، والهدف الثاني هو أنه تبرروا تمديد سنة، تمديد سنة لأنه بهيدي السنة بدنا نرشي الشعب اللبناني.